إعداد خارطة طريق تتضمن إجراءات استباقية تستجيب لمعايير ومقاييس دولية لتفادي حرائق الغابات مستقبلاً هي الخطوة التي قامت بها الدولة لتفادي تكرار هذه الكارثة التي عرفت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية خاصة بوسطي وشرق الوطن. عملية تهيئة خنادق ضد الحريق عند 52 هكتار نسبة تقدم الأشغال وصلت تقريبا إلى نسبة 75%. بالنسبة لنقاط الماء أيضا نسبة تقدم الأشغال تقريبا 80%. نحن الآن على قدم وساق لتجهيز الأشغال أو لإنهاء هذه الأشغال قبل التاريخ أو قبل شهر جوان. الاستراتيجية الاستباقية المحكمة التي تم تطبيقها فعليا من خلال المراقبة الميدانية أسفرت عن عمليات نوعية قامت بها وحدات الدرك الوطني. أفراد الدرك الوطني يقومون بعدة دوريات سواء راجلة يعني على مستوى مختلف المساحات الغابية أو دوريات عن طريق طالعات جوية باستعمال الطائرات المروحية التابعة للدرك الوطني من أجل رصد مختلف المخالفين والاتصال بالوحدات المتواجدة في الميدان من أجل توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة. وآخر عملية يعني قامت بها وحدات الدرك الوطني هي عملية رصد مخالفين يقومون بإضرام النار على مستوى المساحات الغابية بولاية سكيكدا، حيث تم رصدهم أثناء طلعة جوية للمروحية التابعة للدرك الوطني. تم الاتصال مباشرة بالوحدات المتواجدة في الميدان ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة. الإجراءات الوقائية للمحافظة على الثروة الغابية والحيوانية تزامنت مع تعديلات مست القوانين والتشريعات الرادعة لمعاقبة مفتعلي الحرائق.